هي يلي دايما بتقول ما في حق وراءه مطالب إلا ورح يتحقق. هي مدافعة عن حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء خصوصا، ترفض كل أنواع الظلم يلي بطال الإنسان، وبتكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث ساهمت بتعديل قوانين مشحفة بحق النساء حتى قبل ما تتبوأ أي منصب رسمي. هي حائزة على ماجستير بالدراسات السينمائية السمعية والبصرية من جامعة السوربون. هي ناشطة بيئية من الطراز الأول، بتقوم بحملات توعية وبتسعى لنشر الثقافة البيئية وين ما وجدت. وهي أيضا رياضية من هواة المشي بالطبيعة، من أكثر الحريصين على الحفاظ عليها. من سنة لليوم ومن وقت توليها منصب رئاسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ما عم بتوفر جهد لحماية النساء بلبنان وإزالة التمييز ضدهم ودعمهم على كل المستويات من خلال عمل الهيئة على الصعيد التشريعي والتوعوي والاجتماعي. هي أيضا مساعدة خاصة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وبتهتم بكل القضايا الإنسانية والاجتماعية والبيئية بالقصر الجمهوري. هي صاحبة شركة كليمانتين الرائدة بمجال الإعلان، زوجة النائب العميد شامل روكوز، وهي أم لخمس أولاد. هي باختصار نموذج يحتذى فيه عن المرأة اللبنانية. الكلمة الافتتاحية لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سيدة كلودين عون روكوز، تفضل. حضرة رئيس بلدية الدكواني وحضرات السيدات والسادة، بيسعدني حضوركم اليوم. هي المرة الأولى يلي بتدعي فيها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمؤتمر صحفي من وقت استلامي رئاستها، بهدف الإضاءة من خلال مشروع جويس عزام على التحديات والصعوبات يلي عم بتواجه المواطنة اللبنانية بمختلف المجالات، وعم بتكون عائق أمامها وعم تمنعها ببعض الأحيان أنه تمكن نفسها وتنجح وتوصل لأحلامها وتكون مثلها مثل الرجل. قوانيننا يلي فيها الكثير من مواطن الخلل فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ويلي بعدها بتميز بين رجل وامرأة، عم بتكون عائق أساسي أمام النساء وأمام استقرارهم الاجتماعي والمادي والمعنوي وأمام مسيرة نجاحهم. المطلوب هو تعاطف، لأنه هذا الموضوع لما منصيره بالمجتمع كتير أحيان بواجه شوي مثل الضحك مثل المسحة لما نحكي عن المساواة. يمكن مش كل النساء اللبنانيات عم بيعينوا من مشاكل، في كتير منا كتخر الله متزوجين ومبسوطين بعيالنا وتربينا مثل ما بقول مغنجين، بس القوانيننا في كتير نساء عم بتعاني من القوانين يوميا، إن كان من العنف أمام كل القوانين الأحوال الشخصية يلي بتميز بين لبنانية ولبنانية أخرى. يعني نحن لبنانيات كمواطنات ما عنا ذات الحقوق، كل طايفة نحن القانون الأحوال الشخصية يلي بردنا لكل طائفة، ومتميز في تمييز بيننا وبين بعضنا. يعني بتخيلوا شوي شو كيف يعني مجتمع شوي مقسوم بحقوقه. لهالسبب انطلاقا من مبدأ المساواة يلي بتنص عليه مقدمة الدستور اللبناني، من أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة يلي بتتمثل بإزالة كل أنواع التمييز ضد النساء، عم تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتعديل كافة القوانين المشحفة بحقهم مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، تيكون في مساواة بالحقوق كما بالواجبات بهذا القطاع بهول القطاعين. في قانون منع تزويج الأطفال يلي ناقشناه 7 مرات بالمجلس النيابي ولحقوا هلا بلجنة الإدارة والعدل، ونتمنى على اللجنة الجديدة أكيد تقروا بأسرع وقت تيروح على الهيئة العامة يلي بيعتمد هذا القانون سنة 18 كقاعدة لسن الزواج، على أنه يكون في استثناءات من عمر 16، ما بأنه كان مطلبنا الأساسي هو 18 ومش قبل، بس لأنه كان في 4 قوانين تناقشوا بمجلس نيابي اضطرينا ندمج القوانين وطلع معنا هذا القانون يلي هو خطوة يمكن إيجابية بتكون أحسن ما نضلنا بالقوانين الموجودة حالياً. كمان عم تسعى الهيئة بعد إبطال المادة 522 يلي كانت تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته. هيدي المادة تركوا مفاعيلها على البنات يلي عمرهم بين 15 و18 سنة، يعني دايما كمان يمكن خطوة إيجابية لقدام، بس دايما خطوة ناقصة.
يعني دائما المطلوب بالطلب الاساسي ما بتتوصل له، دائما القوانين اللي عم تتسود مجلس النيابه عم تنشغل، دائما عم بتراعي الممارسات بالمجتمع، مش عم بتكون قوانين تتوقف الممارسات. وانتم بتعرفوا كلنا بنعرف انه القوانين هي تنوقف ممارسات يلي المجتمع ما عادش عم يرفضها، كانت مقبوله يمكن بالسابق بس صارت مرفوضه بالمجتمع الحالي. كمان عم نطالب بتشديد العقوبات على المعتدي واسراع اصدار الاحكام بما يخص قضايا العنف الاسري، خصوصا بعد حوادث العنف متكرره يلي عم نشهدها مؤخرا. كمان عم نطالب باقرار قانون بجريمة التحرش الجنسي بكافه اشكاله. والتحرش الجنسي موضوع ما حدا عم يقبل يحكي فيه، بس موضوع كثير كثير عم بياثر على النساء، وموجود يعني من الكلمه للتحرش الجسدي. وكمان طلبنا قبل الانتخابات النيابيه بادراج كوتا نسائيه تتامن مشاركه للنساء بالبرلمان اللبناني، ما توصلنا لهيدا الشيء، بس عم نرجع نطالب فيه لانه بعد التجربه، بعد تجربه الانتخابات تبين انه الكوتا بعتقد شغله نيسيسير، لانه عامل المال وعامل الثقافه التقليديه عند العالم بعد المراه ما بيشوفوها بمراكز المسؤوليه، ما بانه بيعتبر المجتمع اليوم عايز المراه يلي هي بتمثل نص المجتمع، ونحن بحاجه نعطي قدراتنا ونخدم كمان بلدنا مثل الرجال. اما قانون الجنسيه، حق المراه تعطي الجنسيه لاولادها يلي هو موضوع تابو، لما الهيئه الوطنيه حكت بهذا الموضوع من 7-8 اشهر كان في ما كان في تجاوب من حدا ابدا، كان موضوع تابو، ما تصيروه، هذا ما بيجوز، مخاوف، توازن طائفي، كل الديموغرافيا بتتغير. وبعد ما الهيئه درست هذا الموضوع، ونحن هلا عدينا قانون جديد، تعديل قانون تنعطي هالمراه الحق تعطي جنسيه لاولادها مثل الرجل، هو مبدا مطلق، هو المبدا المساواه بينها وبين الرجل، ما له علاقه بالمخاوف يلي بذهن المجتمع تبعنا. القانون خلص، رح نبعته على رئيسة الحكومة يلي كمان دوت الرئيس هو كمان طلب منا نحضر قانون. نحن كثير مبسوطين لانه هالحملة اللي قمنا فيها من 9 اشهر اللي كانت مرفوضة، اليوم توصلنا انه معالي الوزير جبران باسيل تقدم بمشروع قانون، رجع لقاء الديمقراطي من يومين تقدم بمشروع قانون ثاني، وكمان تيار المستقبل قالوا انه رح يقدموا مشروع قانون. دونك نعتبر انه الحملة اللي عملناها من سنة ديجا نجحت جزئيا، وتكنا رحنا على المجلس نناقشهم كلهم سوا القوانين. والى جانب عملنا على صعيد القوانين، تشتغل الهيئه على مشاريع ونشاطات بتساهم بتغيير الصوره النمطيه للمراه، ومنهم دعمنا لجويس، لانه تسلق الجبال بالذهنيه التقليديه هي للرجال، بقى جويس ديجا فرجتنا، يعني مش عايزين الاخر ده سميت تفرجينا انه النساء كمان بيوصلوا لاعلى قمم. كمان بنهتم بالمشاريع اللي بتحافظ على الطبيعه وبتنشر الثقافه البيئيه من خلال تنظيمنا ومشاركتنا بنشاطات بيئيه مختلفه، هدفها التوعيه والثقافه البيئيه واحترام القوانين والنظافه العامه عند المواطن. عم برجع بكل مناسبه ذكر بالنظافه العامه، لانه الدوله اكيد عليها تنظف وتلاقي حلول للويست مانجمنت ولاداره النفايات تبع بلدنا، بس كمان على المواطن مسؤوليه انه ما يكب، انه طرقات بلاده هي كمان طرقاته، مش بس بيته اللي عايش فيه، انه طرقاتنا منا نظيفه. اكيد على الدوله بلديه تنظف، نحن مش عم نقول كلنا بدنا ننظف بيوتنا، بس كمان على المواطن ما يجوي طرقاتنا، لانه كل يوم عم نشوف من السيارات، ما بعرف اذا كلنا، انا كل يوم بمرق ورا، اكون ماشي ورا السياره عم بكبوا منها. كل هالاهداف والمشاريع يلي عم نشتغل عليها بتعمل توازن بالمجتمع اللبناني، بتكرس مبدا المساواه، بتنشر الثقافه عند الرجال والنساء، ثقافه انسانيه، ثقافه اخلاقيه بالتعاطي مع الاخر، ثقافه سياسيه، ثقافه بيئيه واجتماعيه، تيصير إنساننا أفضل، مجتمعنا أفضل، تينهض وطننا من المعاناة والوجع يلي عايش فيه، ويتسلق أعلى القمم من خلال قوة عزيمة وإصرار
ثقافة أبنائه. لكل نساء لبنان بقول لهم آمنوا بزيتكم، احلموا، سابروا، كافحوا، توصلوا لتحقيق حلمكم قد ما كنتوا مفكرينه بعيد. نحن داعمينكم. بدي أشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يلي وقع العلم يلي جويس اللي هو علم لبنان، علم بلدنا يلي جويس بتحمله كل ما بتوصل لأعلى قمة بالعالم. هيدي صورة عن لبنان كتير حلوة. بدي أشكر دولة الرئيس سعد الحريري يلي دايما بيدعم نشاطات الهيئة الوطنية يلي وعدنا بتوزير نساء تنعود على المجلس النيابي، وأكيد حيوفي بعضه. وبدي أشكر كمان دولة الرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري يلي دايما بيأمن على وجود الهيئة بكل الجلسات والنقاشات بمجلس النيابي بكل قضايا المرأة. بدي أطلب من كل النواب بالمجلس النيابي الجديد يكروا بأسرع وقت كل القوانين الناطرة صار لها سنين باللجان، أما تعديل القوانين تنأمن، أما تنزيل كل التمييز على المرأة، تنأمن يلي تنحترم مقدمة دستورنا ونحترم كل الاتفاقيات يلي نحن كريناها بالأمم المتحدة. بدي أشكر رئيس البلدية الدكواني بعد مرة ومستر شربل سلامة يلي كمان استجاب لطلبي بدعمها لجويس، وجمعية حماية للرسالة لرسالتكم، وكل الحاضرين، وكل التوفيق لجويس، وجويس رح توصلي.